اليوم راح نعيد ما طرقنا له بالمحاضرة النظرية حتى نطبق بشكل عملي اللي طرقنا له بالمحاضرة النظرية انه ما يتعلق بالجي اي اس هو ليس مجرد عملية رسم الخرائط وعملية اعداد الخرائط، واذا كان الامر يتعلق فقط في اعداد خرائط ورسم خرائط واعادة رسم الخريطة بشكل اخر، يعني عندي خريطة مثلا ممكن اعمل لها سكانر ماسح ضوئي واعيدها مرة ثانية ارسمها، هذا لا يسمى بالجي اي اس، وانما هو ما يسمى بالخرائط الرقمية ديجيتال ماب. الجزء الاساسي بالجي اي اس هو المعالجات والتحليلات المكانية اللي يجريها البرنامج، وتطرقنا الى جانب البفر والاوفرلي اللي جزء من عنده يقوم ببرنامج الارك ماب وباقي البرامج الاخرى حال باقي البرامج الاخرى. وقلنا الجزء الاساسي والجانب المهم جدا بالجي اي اس اللي هو الان محط انظار كل الباحثين في العالم هو ما يسمى بالموديلات الوصفية اللي ممكن يقوم بهم او ممكن انه ننشئها او نقدرها او نعملها ببرنامج الجي اي اس وبالتحديد برنامج الارك ماب. وقلنا انه اهم اداة للعمل هو ما يسمى بجبر الطبقات الماب الجبرة، يعني عندي اكثر من طبقة اكثر من خريطة واسوي لها عملية رياضية واجري بعض العمليات الحسابية من جمع وضرب وطرح وقسمة وباقي العمليات كلها الجذر، يعني ممكن اخذ جذر الطبقة واضربه في طبقة اس كذا، هاي كل العمليات الرياضية كأنما يعني افرض انه الطبقة كأنما عندي متغير مثل ما عندنا متغير الاكس، واذا طبقتي عندي كأنما يكون عندي اكس وواي واتعامل بها معاملة رياضية وادخلها بمعادلة رياضية حالة حال اي معادلة رياضية في الرياضيات. اليوم راح نتطرق الى موديل بسيط هو مجرد قلنا مثال لا اكثر اقل توضيح اللي اخذناه بالنظري، وقلنا اذا ردت اعمل موديل لتحديد افضل المواقع لزراعة محصول الرز مثلا، عندي موديل اريد لأفضل المواقع لزراعة محصول الرز في خلينا نقول أي منطقة من المناطق الموجودة، وفرضت بأنه المتغيرات اللي تؤثر على زراعة الرز مثل ما اتفقنا المحاضرة النظرية أنه هي نوع التربة ودرجة الحرارة ومياه الأمطار، وأيضا طرقنا لأن هنالك عنصر أنا أتعامل معهما في الموديل. العنصر الأول هو يسمى بوزن المتغير، وزن المتغير الويت فور ذا باراميترز وزن المتغيرات، والنوع الثاني هو ما يسمى بالرينج المدى الرانك سموه، فعندنا ويت ورانك وزن ومدى. النوع الاول الوزن ننطيه للمتغيرات اعتمادا على اهميه تلك المتغيرات، مثلا عندنا نوع التربه ودرجه الحراره ومياه الامطار ثلاث متغيرات، قلنا انه مياه الامطار نعتبرها مهمة جدا لذلك نعطيها 3 من 3، بينما درجة الحرارة تعتبر نوعا ما عنصر اقل اهمية فننطيه 1 من 3، ونوع التربة نعتبره 2 من 3، اذا 3 متغيرات اعطيتهم 3 1 2. ايضا اتطرقت الى كل متغير على حدة، كل متغير على حدة، مثلا عندنا نوع التربة، نوع التربة قلنا هنالك مثلا 3 انواع على سبيل المثال، احنا هذا مجرد مثال توضيحي ليس له خلينا نقول تطبيق بالواقع لكنه مثال توضيحي. قلنا لو فرضنا التربة المزيجية ننطيها 10 من 10 باعتبار انه مهمة جدا، والطينية ننطيها 7، والرملية اللي هي لا تستخدم لأغراض زراعة الرز ننطيها مثلا 2 من 10 او ممكن 0 من 10 او ممكن 1 من 10، طبعا عملية اعطاء الاوزان الى ايضا
طرق رياضية وإحصائية ما نريد ندخل بهم. الآن عندي نوع التربة قلنا ثلاثة، تربة 10 طيته وتربة 7 وتربة 2. نجي إلى درجة الحرارة. درجة الحرارة فرضنا أنه هنالك قدرت ثلاث مديات، ممكن أكثر ممكن أقل، لكنه أنا اللي محاضرتي أو بالنظر إحنا اتفقنا على ثلاث متغيرات. المتغير الأول من أكبر من 40 درجة مئوية طيته 10 باعتبار هذا هو المناخ الجيد جدا لنمو الرز، والثلاثين 40 قلنا 5، وأقل شيء طينا اللي هو 1 للأقل من 30 باعتبار أن الرز لا ينمو بهذه الدرجة أو ينمو بالشكل خلينا نقول مو جيد. زين، أيضا عندنا مياه الأمطار. مياه الأمطار عندنا حددنا ثلاث مديات لمياه الأمطار. إذا أكثر من 250 هذا 10 بالعشرة، لأنه بالحالة ما نحتاج وسائل أخرى. وعندنا أقل من 150 250 6، وأقل من 150 3 باعتبار أنه المياه أساسية في زراعة الرز. هاي المتغيرات الثلاثة نريد أن نجمعها وندمجها مع بعضها لإعداد موديل نهائي. ممكن أن أحدد أو ممكن هذا الموديل أنتج منه خارطة أعطيها إلى دائرة زراعة مثلا النجف وأقول لهم يا أخوان في الزراعة هاي الخارطة هي اللي تحدد لكم أفضل مناطق، وبالتالي هاي المنطقة زرعوا بها وهاي المنطقة زرعون بها. ممكن آخر يشتغل هيك برنامج أو موديل، لكن يوصف يقول مثلا يفضل هذه المنطقة من ناحية المياه، يفضل هذه المنطقة من ناحية الحرارة، لكن من تقول انطيني تفضيلاتك هاي كلها وين الصبب يا منطقة، يقول لك والله ما أدري، أنت قدر وأنت قرر. الآن العالم يتجه لهيك نوع من الموديلات في كل شيء. متغيرات اللي هي السويل على شكل بوليغونز خدتها من وزارة الزراعة، قالوا لي هاي المنطقة هي مزيجية وهاي المنطقة هي طينية وهاي المنطقة لهم اللي في أفضل مناطق هاي المنطقة، أفضل المناطق هاي المنطقة الصفرة، والحمرة أقلها الحمرة أقل والخضرة هاي أقل الكل، وبالتالي ما نستفاد من عدم. زين، هذا النوع هو أو هاي الطبقة هي السويل. الطبقة الثانية اللي هي اللي شوفوها أمامكم، خلي شوي أكبرها حتى تصير عندكم واضحة. هاي عبارة عن إيش؟ عبارة عن محطات أنواع جوية انطتني قيم لكمية الأمطار. هاي النقاط الموجودة أمامكم عبارة عن layers نوعها points. كل نقطة من هاي النقاط لو أجي أخذ شو الأتريبيوت مالتهم أجد بأنه هو عبارة عن قيم فاليو اللي هي كمية الأمطار بالملي متر. مثلا هاي النقطة لاحظوها، هاي النقطة مثل هاي النقطة وهكذا، واضح. وأيضا عندي إيش؟ عندي أيضا temperature نفس المحطات اللي اطتني إيش؟ اللي اطتني تقدير الأمطار، اطتني تقدير درجة الحرارة، تقدير درجة الحرارة نفس المحطة اطتني تقدير درجة الحرارة. خلي أسويها بلون آخر وبوضع آخر حتى تميزها. هذا الوضع، هذا أيضا اطتني شنو؟ اطتني درجة الحرارة. السؤال يطرح نفسه قبل ما أدخل بالموديلين، تقول لي ليش تكون هناك منطقة دراستك هي المنطقة؟ ليش أنت أخذت إيش؟ نقاط خارج إطار شنو؟ إطار منطقة دراستك. هذا إحنا تطرقنا له بالإنتربوليشن، قلنا يجب أنه حتى أنقمت صورة متكاملة لمنطقة دراستي في الإنتربوليشن في توزيع المكان، يجب أن تكون هنالك نقاط خارج نطاق شنو منطقة الدراسة، حتى يكون التوزيع شنو؟ توزيع واقعي وليس التوزيع خيالي أو توزيع غير واقعي. على كل حال نبدأ بأول شيء، نبدأ بالتمبريتشر درجة الحرارة. راح اروح طبعا الى الارك تولز، راح اختار من الارك تولز اختار السبيشال اناليسيس تولز. من السبيشال اناليسيس تولز راح اختار الانتربوليشن، وممكن اختار طريقه من الطرق الموجوده عندي الجريجينج الاي دي دبليو. ودائما انا افضل كجيولوجي اذا كان التوزيع منطقي اختار الجريجينج. من الجريجينج راح اختار
من ارفع لي هاي الشاشه هنا اختار الانبوت فيتشرز، اقول له الانبوت فيتشرز والتمبريتشر درجه الحراره. بعدين راح يقول لي زين اي فاليو او اي عفوا فيلد من الاتريبيوت، اقول له هو التمبريتشر نفسه، التمبريتشر نفسه. طبعا هنا راح يقول لي اني راح اخزن الاوتبوت، ممكن اتركها ما هي، وممكن انا احدد له من هنا اسم الملف راح يخزن به. على كل حال هو راح يخزن لي في هاي المنطقه، راح اقول له اوكي. طبعا ما يتعلق بالجريجنج انا ما راح اتدخل به، لانه شغله يعني شنو الجريجنج وشنو المتغيرات وشنو العوامل، هاي موضوع هو بوحده عباره عن يحتاج جزء نص كورس نشرحه زين، فمو يمنا الان. الان عندي هاي اول طبقه اللي هي طبقه تمبريتشر، اجي الى طبقه الووتر المياه، طبقه المياه هاي اتركها هسه، اجي طبقه المياه اللي هي المياه الامطار، مياه الامطار من المياه الامطار جريجنج، اختار ايضا مياه الامطار ووتر، وايضا اختار من هنا الفيلد اللي اريده اللي هو الفاليو اللي هي كميه الامطار، وايضا راح يقول لي راح اخزن بهذا الفولدر وهذا الملف، وممكن اغير من هنا الفولدر وتفاصيله، وممكن اتركه نفسه كما هو از ديفولت، واقول له اوكي. مو مشكلة. جريجين و ووتر، ومن الووتر فاليو، ليش هنا هاي العفو الاختيار، لاحظوا هاي مختار هاي، شوفوا انتبهوا دائما المختار هاي النقطة. فلذلك شو اسوي المفروض هسه؟ المفروض ارجع الغي الاختيار مالتي. هاي طبعا كلش نقطة مهمة، بعض الأحيان البعض يقع بهم، أقول له كلير سيلكشن، كلير سيلكشن من هنا وأرجع أشتغل. هاي طبعا جزئيات بسيطة، بعض الأحيان المستخدم يقع بها وما يعرف شنو هاي الجزئية، ويشوف الخطأ ويبقى يعيد لمرات ومرات بدون ان يعرف شنو سبب الخطا. شوف هسه خطا بسيط هو شنو، مجرد انه انا مختار نقطه واحده يعطيني ايرور، فلازم تعرف هاي الايرور شنو معناه. الان سوالي ايش؟ سوالي الطبقه الثانيه اللي هي طبقه المياه، انتربوليشن المنت للمياه، للمياه واضح، وهاي هي المياه. زين هات صار عندي شنو؟ صار عندي تو راسترز، راستر هو للتمبريتشر وراستر المنت للووتر. بقى عندي شنو؟ بقى عندي المتغير الاخر اللي هو السويل. السويل هنا هو نوع بوليجونز، لان انا ما اقدر استخدم بالسويل نقاط، وانما انا شنو اخذ دائما هو خرائط، خرائط تربه، فهي عباره عن ايش؟ عباره عن رسم بوليجونز. ايش راح اسوي حتى احوله الى طبقه؟ راح احوله الى راستر، راح احوله الى راستر، فراح اختار شنو؟ اختار الكونفرشن، اختار الكونفرشن. من هنا اقول له كونفرشن، اقول له كونفرشن تو راستر، لاني اساسا الطبقه عندي فيكتور، فاقول له هو عباره عن بوليجون تو راستر، بوليجون تو راستر. ادخل على هذا واقول له السويل هو الفيتشرز، هو اللايرز، هو الثيم الخاص بالتربه، ويقول لي ايش اعتمد يا مبدا؟ اقول له اعتمد على مبدا الار. تعرفون شنو هو الار؟ نرجع مره ثانيه، انا بالتربه يا طلاب، بالتربه طيت رينجات، قلت اني نوع التربه وعطيت الار اللي هو شنو؟ اللي هو الرينج، اللي هو قلنا شنو؟ اللي هو نفسه اللي اني طرقت له هنا بانواع الترب، انواع الترب مو لا هنا طرقت، فقلت المزيجيه 10، الطينيه 2، الرمليه العفو الطينيه 7، الرمليه 2، هذا نفس الرينج. فمن اجي اغير اسوي كونفرشن من بوليجون تو راستر، راح اول شيء اختار الطبقه، بعد ذلك اختار من هنا ايش؟ اختار الار، لان اريد اسوي راستر اعتمادا على قيمه الرانك اللي هو شنو هو؟ ال 10 7 2 ذني، واضح؟ فاختار الار، ثم اقول له اوكي. راح حول لي الى ايش؟ حول لي الى هذا الشكل اللي تشوفوه، هذا الراستر اللي تشوفوه، الراستر، هذا الراستر اللي تشوفوه، لو اجي اشيك هذا الراستر راح اجد بانه تلاحظون هنا
هنا تلاحظون السويل بوليجونز ايش قد قيمه هذا 10، هاي القيمه ايش قد 7، هاي القيمه ايش قد 2، واضح اللي هي انواع التراب عندي. اوكي اذا الان اصبحت عندي ثلاث طبقات نوع راستر. بقى عندي مسألة واحدة، انه الجريجنج او طبقة الووتر ما مستقطع من حدود منطقة الدراسة، اوسع منطقة الدراسة، لان اختلف شنو قيم خارج او نقاط خارج منطقة الدراسة لاجل التوزيع الصحيح المنتظم. فايش اجي هنا نفس الشيء بالنسبة للتمبريتشر، استخدم ايش؟ استخدم عملية الاستقطاع الكليبينج، مو الاكستراكتينج. قلت من السبيشال اناليسيس تولز من نايم، شو راح اسوي؟ راح اختار الاكستراكتينج اللي هو عمليه استقطاع، واقول له اكستراكت باي ماسك، قناع. اللي هو شنو قناعي؟ هو قناعي طبقه ايش؟ طبقه الاستدي اريا، مو لا قناعي طبقه الاستدي اريا. اقول له اكستراكتينج شو اريد اسم؟ اقول له طبقه الووتر الراستر مال ووتر اقطع لي اياها بمن؟ بالستدي اريا، استقطع لي اياها بالستدي اريا بهاي الطبقه، واقول له اوكي. تلاحظون الان ايش سوى؟ الان اللي قام به هو انه استقطع لي هاي المنطقه. قلت لي شو هاي المنطقه؟ تختلف عن هاي المنطقه السابقه، مو لا هاي المنطقه السابقه هاي شوفوا هذا الاصل وهذا شنو؟ هذا اقول لك هو نفس الشيء، لكن اختلاف بمن؟ اختلاف في عمليه العرض لا اكثر ولا اقل. بالسيمبولوجي منها من البروبرتيز ممكن اختار من هنا اقول له كلاسيفاي، ومن الكلاسيفاي ممكن احدد له الالوان اللي اريدها، ومن هنا مثلا هذا هنا واقول له اوكي. وبالتالي شفتوا زين، هي تقريبا هاي نفس الطبقه زين. هذا المن هاي طبقه الووتر زين، هاي طبقة الووتر جيد. نجي هسه الى طبقة من؟ طبقة التمبريتشر. ايضا احتاج بطبقة التمبريتشر عملية استقطاع، استقطاع. فايضا نفس التولز اكستراكت باي ماسك، اقول له اساسا اختار لي التمبريتشر الراستر مال التمبريتشر، واستقطع لي اياه بواسطة الستدي اريا، اعتبرت قالب هذا الستدي اريا. وايضا راح قام لي بعملية الاستقطاع، وبنفس الآلية وبنفس الاسلوب ممكن اغير من نام السمبولوجي، اقول له كلاسيفاي، من الكلاسيفاي احدد له من نام، اقول له انه اختار لي اي شكل من الاشكال تريده، مثلا هذا الشكل اوكي، اختار لي هذا الشكل. اذا اصبح عندي شنو؟ اصبح عندي الان هذا من نام اغيره شباب حتى ما يختلط علي الامر. اقول له هذا اسمه تمبريتشر، هذا هو الماء، نعم الماء زين ووتر، وهذا هو السويل. السويل صار عندي كم؟ صار عندي ثلاث متغيرات. بقيت هاي المتغيرات استغفر الله ربي عندي هاي الطبقات الموجوده هنا، راح الغير هذا ما احتاجها اللي استقطعت من عندهم، هاي صارت اساسا زايدة عندي. هاي نفس الشيء أنا ما أحتاجهن، أيضا هاي ما أحتاجهن. عندي بقى شنو عندي؟ عندي فقط الطبقات الثلاثة اللي هي طبقة الحرارة temperature، خلي نسويها بالترتيب، طبقة الحرارة وطبقة الووتر وطبقة شنو؟ طبقة السويل. هاي الطبقات الثلاث هن طبقات إيش؟ طبقات رينجات إلى رانك، أحولها إلى رانك. هذا الان عندي طبقات التمبريتشر السويل ما عندي مشكله بيها. السويل الان طلاب، السويل الان ايش بيها؟ السويل الان هي اوكي عندي 2.7، لكنه التمبريتشر والووتر ذني الراسترات هي اللي قيم فعليه، انا لازم احولها الى قيم ايش؟ الى قيم رانكات رينجات، اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الجدول مالتي هنا، اعتمادا على الجدول مالتي هذا اللي هي شنو؟ بالنسبه 10 5 1، ونفس الشيء بالنسبه لمياه الامطار، مياه الامطار اوكي. لذلك ايش اسوي؟ اروح الى ما يسمى بالري كلاسيفاي، ري كلاسز، اروح للري كلاسز. من الري كلاسز اقول له ري كلاسيفاي، ري كلاسيفاي اقول له طبقه التمبريتشر،
راح يقول لي التمبرتشر عندك مداياته ب 18 المهم لل 55 مو لا لا انا كم واحد عندي؟ عندي فقط ثلاثه. اذا الغي اثنين من المنتصف بقى عندي شنو؟ بقى عندي ثلاثه. راح اقول اني اساسا من الصفر المهم من الصفر الى التمبرتشر 30 قيمته ايش قد؟ حطيته واحد واثنين اثنين واحد وخمسة وعشرة عندي زين واحد ومن الثلاثين الى الاربعين انطي ايش قد؟ انطي خمسة ومن الاربعين الى الستين الى المية ما عندي مشكلة انه هي صعودا فما عندي اي مشكلة انطي ايش قد؟ انطي عشرة واقول له اوكي سوالي هسه طبقة جديدة هاي الطبقة جديدة سوالي اياها عبارة عن طبقة نفس طبقة ايش التمبريتشر لكنه اعتمادا على الرانكات الرانكات اللي واحد خمسة عشرة هذا هو العشرة هذا هو الخمسة وهنا طبقة ايش طبقة الواحد اللي هي درجة الحرارة اقل من 30 واضح الان عندي الطبقة الثانية الووتر ايضا اسوي ريكلاسيفاي لان الووتر ايضا هي قيم حقيقية ما نسوي رانكات ايضا اروح للريكلاسيفاي من الريكلاسيفاي اقول له ووتر ايضا جاب للطبقات الحقيقية هاي ايضا الغي اثنين من عدهم الغي اثنان ديليت بقى لي ثلاثة عندي هنا من الصفر المن ايش قد؟ للمية وخمسين من الصفر الى المية وخمسين انطي اثنين اتفقنا عليه هذا اساسا اثنين وانطي من ال 150 الى 250 انطي 250 انطي ايش قد ستة ومن ال 250 الى ال 400 الى ال 500 ما عنده مشكله انه اكثر فايش قد منطق قيمه اكثر ما عنده مشكله انطيه 10 لان ما تعتمد هو ياخذ حد القطع القيمه على القيمه الموجوده فايش قد منطق قيمه ما عندك مشكله اوكي ايضا كم سوالي طبقه خاصه بمن طبقه خاصه بال شنو بالووتر هذا راح اسميه شنو اسميه ووتر ار يعني ريكلاسيفاي رانك ووتر رانك وهذا شنو هذا ايضا تمبريتشر رانك زين وعندي السؤال الباقي ما عندي مشكله بهم لاني اساسا بالتحويل حولت الى رانك مباشره دايركت اذا الان القانون اللي عندي اللي اريد اعتمده قانون اللي اريد اعتمده هو هذا القانون اقول قانوني انه اريد الاندكس الطبقه اللي اريد اسويها هو دبليو ار في ثلاثه يعني طبقه الووتر راستر اللي هي الووتر رانك مضروبه في ثلاثه زائدا السويل رانك مضروبه في اثنين زائدا تمبريتشر رانك مضروبه في واحد مجموع كلهم هو يمثل لي شنو يمثل لي طبقه الاندكس على كل حال اجي هنا اروح وين استخدم ما يسمى بالماب الجبرا ماب الجبرا من ماب الجبرا اقول له سنجل اوتبوت من السنجل اوتبوت راح يقول لي شو تريد اجيبهم قدامنا حتى اشوفهم اقول له عندي اول شيء الووتر رانك وعندي التمبريتشر رانك او السويل بالدرجه الثانيه واجيب التمبريتشر رانك بالدرجه الثالثه اذا ثلاث طبقات عندي اجي هنا انطي الاكسبريشن اللي قبل شويه كتبته اقول افتح قوس والووتر ووتر رانك مضروب في ثلاثة زائدا تحقص سويل مضروب في اثنين زائدا تمبريتشر رانك مضروب في واحد مو الان اقول له اوكي بدا يشتغل وراح ينتج للطبقة النهائية اللي هاي شوفوا أمامكم الطبقة النهائية هاي شوفوا أمامكم راح يشوف طبقة قد تكون
ما له معنى، لانه اساسا اكو مشكله بالسمبولوجي بالتوزيع بالكلاسيفاي. اقول له دبل كليك هنا، اروح الى الكلاسيفاي، بالكلاسيفاي اقول له انطيني اياها بهذا الشكل، خلي لي اياها بهالشكل هذا، اوكي سوالي اياها بهذا الشكل، هذا الشكل سوالي اياها. تقول لي هم بعد ما اعرفهم، هم بعد غير واضح. اقول لك ممكن تعيد ايش؟ تعيد تصنيفه، عيد كلاسيفاي مال شلون. ممكن انا استخدم طريقه علميه نستخدم احنا، مثل ما قلنا، قلنا هنا اذا عندي الطبقات مالتي اساسا، هاي وحده من الطرق الموجوده، اذا الماكسيمم اخذ ايش قد مياه الامطار اعلى، نجي لوحده وحده التربه 2 الماكسيمم مالتهم، في 10 20 20 زين، هذا شنو التربه 2 في 10 20، الحراره 1 في 10 10 مو، و20 30، الامطار 3 في 10 جيد 30، و30 60. اذا خلي لي يمك اعلى قيمه ممكن يحصلها الاندكس هو 60، اعلى قيمه يحصل الاندكس شنو هو 60. نجي اقل قيمه يحصل الاندكس هو التربه 2 في 2 اقل شيء مو 4، و1 في 1 او 4 5 مو، و100 امطار 3 ب 2 6، ومن هناك ايش قد عندنا 15. اذا اقل قيمه ممكن يحصل 11. اذا عندي خلينا نقول من 60 الى 11 او للعشرة، خلينا نقول من 60 الى 10. اذا ممكن اقسم ايش؟ اقسم اقول مثلا من 10 لل 20، من 20 ل 40، من 40 ل 60، اسوي ثلاث ايش؟ ثلاث مدايات. شلون اسوي ثلاث مدايات؟ راح دبل كليك من هنا، من هنا اقول له الكلاسز خلي لي فقط 3 كلاسز، 3 كلاسز، ثلاث كلاسات، ثلاث كلاسات. هذا من هنا ودين طر رينج، هذا الرينج وهذا الليبلز مالته، طيته ثلاثه، واروح من هنا كلاسيفاي اقول له هذا الحد القطع هو 20 وحد القطع هو 40 من هنا، واقول له اوكي اوكي. سوالي هذا الشكل اللي تشوفه امامكم، هذا الشكل اللي تشوفه امامكم. ممكن اعيد رسمه، اعيد تلوينه من هنا، اقول هذا اخضر كل زين، منطقه جيده مو، هاي خضراء، وهاي منطقة وسطية ممكن أخليها لون أزرق وسطية، وهاي منطقة حمراء المفروض الابتعاد عنها في عملية الزراعة. إذا صار عندي هذا الشكل ممكن أنطي خارطة أطبعها بالطرق اللي علمناكم إياها، وأنطي للزراعة المياه بدها تزرعون رز، فعليكم إنه في هاي المنطقة الخضراء هي أفضل مناطق تجيها المنطقة الزرقاء، والابتعاد عن المنطقة الحمراء لأنها منطقة شبيهة منطقة تقول. لو أجي أشيك هنا شباب، لاحظوا كليك هنا جد انطاني هنا، اختار من هو، اختار السنجل اوتبوت 9، شوف هنا جد القيمات 45، هنا جد القيمات 23، هنا جد القيمات 49 49 11، هاي ايش قد 27 4، هاي المنطقه ايش قد، شوفوا قيمهم، لاحظوا قيمهم فوق ال 40 وهي جيده جدا، بينما هاي المنطقه جد قيمها بالاكسل فاليو